أهلا وسهلا بكم. أعلنت وزارة العدل اليوم ممثلة في قضاء التنفيذ أن مصير الوالد المتعنت في تنفيذ الحكم الشرعي بالحضانة هو السجن الوقتي، وأضافت أنه في حالة تكرار تتم حالة المحكمة الجزائية لتأديبه. طبعا هذا الحكم حظي بإشادة من الحقوقيين في المملكة، مؤكدين أن إجبار الوالد على تطبيق الحكم يعد انتصارا لحقوق المرأة المطلقة، وكذلك ضمان عدم مساومتها من قبل الزوج. والجدير بالذكر هنا أن برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية بوزارة العدل توجب جائزة الأمير الصيتة للعمل الاجتماعي أخيرا نظرا للدور الفاعل في قضايا المرأة. معي للحديث في هذا الملف كل من مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور نصر العود، وأيضا المستشار القانوني الأستاذ سلطان المصلوخي. أهلا وسهلا بالضيوف الأعزاء. احنا ما نبارك بس في السر في العلن. الله يجزاك خير. تستاهلون، ألف مبروك. تسلم والله، الله يحفظك. يعني هل هناك معايير محددة يعني لحصول وزارة العدل يعني أو أنتم شخصي تخصصكم لحصولهم على الجائزة؟ معايير يعني مهنية؟ دخلتوا انتم مع اكثر من جهه في تنافس ام كان تتويج لكم انتم فقط؟ لا بالعكس، الجائزه فيها لجنه علميه، وتم طبعا عرض المبادرات، وهي مبادره من وزاره العدل على فكره، وليست الوزاره فقط من فاز بالجائزه، هناك حوالي 30 مبادره، وكل مبادره تختص بنطاق معين. مثلا جمعيه موده كان لديهم مبادره في بيت موده للرؤيه الاسريه للاطفال النزاع الاسري، مبادرة أخرى من أفراد الوزارة قدمت مبادرة الخدمات الاجتماعية والأسرية، واللي على فكرة من ضمنها موضوعنا اليوم اللي هو قضية تتناول موضوع التشريعات. البرنامج في وزارة العدل الممثلة في إدارة العام للخدمة الاجتماعية قدمت مشاريع نقول دراسات علمية مدعمة بجانب الفقهي والشرعي للمقام المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى يعني درس بعض القرارات وأصدر فيها تعاميم، من ضمنها طبعا ولاية المرأة على أبنائها. أعتقد هذا قرار صدر قبل حوالي 4 شهور وكان له صدى كبير في إطار منح المرأة الحاضن حقوق الولاية الكاملة على أبنائها باستخراج البطاقة، مراجعة السفرات، الإضافة في المدارس، الحصول على كرت عائلة. هذه كانت معاناة للمرأة، لأنه كان في السابق يرون أن الأب هو الولي بغض النظر عن قضايا الحائل يعني الوضع الأسري. لما عرضنا طبعا الدراسة وإشكاليات التي تواجه المرأة بعد حصول النزاع الأسري وخصوصا قضايا الحكم لها بالحضانة، يحكم لها بالحضانة على الأولاد تخيل، ولا تستلم ولا ورقة من الزوج ويكون في ممانعة، وبالتالي يعني منح البرنامج على ضوء هذه المبادرات، مبادرات طبعا الأقسام النسوية في المحاكم الأحوال الشخصية، مبادرات طبعا المحاكم المتخصصة والمحاكم الأحوال الشخصية، مبادرات تتعلق بصندوق النفقة، رفع المقام السامي، وهذا يمكن ناقشنا فيه في برنامجكم مميز، مبادرة تتعلق بمراكز أيضا للرؤية في محاكم المملكة. تعرف أنه كثير في قضاء التنفيذ يمكن ما نواجه اليوم أو نناقش اليوم في حلقة اليوم في قضايا ممانعة أحيانا وتعنت بعض الأباء والأزواج، يعني يلتزم أن يكون في مراكز لتنفيذ. خليني بس أنا أرجع لطبعا محور نقاشنا اليوم اللي هو هذا القرار. هذا القرار كان الناس انتظروا من زمان، لكن هو التحدي فيه مدى التنفيذ، آلية التنفيذ، عدالة التنفيذ في كل مناطق المملكة. كيف ممكن يصير واقعي يعني أنه يخرج من الورق إلى حيز التنفيذ؟ الواقع الآن يمكن ذكرت قبل تحت الهواء أنه في أمس في أحد صحف مكة على وجه الخصوص 4 مطلقات حكم لهن بولاية أبنائهن وتنفيذ الحكم ضد الزوج، وقبل حوالي شهرين نفذ أيضا حكم ضد الزوج في قضايا السجن. وقبل ذلك بلغتك أيضا يمكن ناقشت كثير إن شاء الله من خروجي كثير في برنامج روتانا قضية استقطاع المبلغ الشهري. أمس كان عندي أحد الأزواج يستقطع من 3500 ريال نفقة للأولاد كل شهر سواء رضي أم أبى، الحكم بتوجيه مؤسسة النقد لاستقطاع راتب المدعو فلان فلاني وانزاله في حساب الزوجة مباشرة. قضايا التنفيذ حقيقة توسعت ولدينا محاكم للتنفيذ الآن طبعا أنشئت. أنا أتصور كل ما تتوسع في محاكم التنفيذ كل ما يكون القرار أسهل. الإشكالية اللي عندنا الآن ويمكن يعقب عليها زميلي المحامي حقيقة قضية الثقافة الحقوقية للمرأة، يعني كثير من الزوجات
ايش اللي حصل استاذ علي؟ انه يتم طلب الحكم بالتنفيذ، وبالتالي يتم اللجوء عن طريق العمى والخال بالضغط على المراه للتنازل عن القضيه. تصيرنا كثير ترفع قضيه ونتعب معها ويتم مطالبه. صحيح، بس الان دكتور احنا نتكلم، يعني ذكرت انت 5 حالات وانت تعلم انه الحالات اكبر من كذا. لا مي بحصر كمثال، لكن الحصر يعني هل في رقم؟ يعني تقول لانه القضايا طلب الحضانه والى اخره والمتعنتين فيها كثير في السعوديه، ولعل هذا ما دعاكم لاتخاذ هذا القرار اساسا. قضايا الحضانه 6500 وشوي تقريبا العام الماضي، هذه منطقه الرياض يمكن وصلت حال مستوى المملكه تقريبا حوالي 25000 قضيه، لكنها تبقى قضايا التنفيذ لا شك انه تعاون الجهات اخرى. يعني مثلا بنفذ حكم استاذ علي زي الحمايه، الان انا مضطر اني اتعاون مع الشرطه، مضطر اني ابلغ الشخص، مضطر اني اسجنه، طبيعه ما تعاون مع الطرف الاخر، وهذه قد نجد فيها معاناه. الشرطه ما تتعاون؟ والله يتعاونون، لكن تعرف ان الشرطه يعني يلحقون الحمايه مع الشؤون الاجتماعيه، ولا يلحقون قضايا التنفيذ مع وزاره العدل. قضايا ابلاغ المدعي نفسه، احيانا تغيير العناوين، اللعب في ارقام الهواتف، تغيير شرائح التلفون. يعني لا نحمل وزاره العدل، لانه وزاره العدل ليس ايضا جهه تتابع الأشخاص، هي قضاء تنفيذ ينفذ الحكم، لكن نحتاج إلى كوادر وجهود. نعم أستاذ سلطان، أنت كمحامي تعرف مثل هذا النوع من القضايا، إلى أي مدى هذا القرار فعلا أصبح يعني يطبق بشكل كبير، وأصبح الطرف الثاني يخاف وينفذ يعني ولا يعمل هذا العمل، لا يتعنت ولا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشكر لكم الاستضافة. شكرا. وقدم التهنئة لوزارة العدل بمناسبة حصولهم على جائزة الأمير الصيتة، وهو حقيقة إنجاز يستحقون. وزارة العدل من فترة ما هي بسيطة إحقاق للحق، وهي تتجه في تشريعات سن تشريعات داخلية الهدف منها نصر المرأة بصفة عامة. والمشاكل والقضايا هذه المواد وردت في نظام التنفيذ في المادة 95، تقول أن الأب الممتنع عن التنفيذ يسجن مدة 3 أشهر سواء كان ممتنع أو مماطل. المشكلة زي ما تفضل الدكتور، المشكلة أحيانا، أنا ما بكون قاسي على المرأة، لكن المشكلة عند المرأة. المرأة مشكلتها تخاف نظر الضغوط الاجتماعية. هي لو توجهت القاضي التنفيذ وما نفذ الحكم، قاضي التنفيذ يجيبه ويسجنه حسب نص النظام، واللي يماطل أكثر يحال أوراق المحكمة الجزائية، يسجن بسجن قد يتجاوز 3 أشهر. لكن لو يعني حصل فيه قرار أو قرارين من القاضي التنفيذ وأعلنت أنه اليوم تم سجن شخص لامتناعه، أنا أتوقع أنه من بكرة خلاص ما عاد في أحد بيمتنع أبدا. وهذه مهمة جدا، نقلة نوعية. يعني اليوم المرأة مسكينة يا أخي، تأخذ حكم وترى أبنائها يساومونها على أبنائها، تتنازل عن مؤخر الصداق، تتنازل عن النفقة، تتنازل حتى عن السكنة من أجل أبنائها، ومع هذا يساومونها على أبنائها. يعني صراحة هذا القرار جميل جدا. نعم، بس استاذ سلطان، يعني موضوع انه المراه والضغوط الاجتماعيه، احنا ما نبغاها تكون يعني هي مبرر لنا. يعني انا افهم لما يقولوا دكتور ناصر بحكم الوزاره، لكن كممارس انت تعلم في نساء واعياد جدا ويعانون نفس المعاناه. صحيح. هل الضغوط الاجتماعيه ممكن تكون في تركيبه القاضي مثلا؟ الضغوط الاجتماعيه لها جزئيتين. انا قلت قبل شوي، لو القاضي أصدر حكمين على ممتنعين عن التنفيذ، صدقنا البقية سيلتزمون في كل أنحاء المملكة، لأن أي منطقة ما فيها محكمة تنفيذ فقاضي المحكمة العامة هو قاضي تنفيذ يعتبر. لكن إحنا نحتاج تفعيل لهالقرار، هذا القرار قديم، نحتاج لتفعيل فقط، تفعيل بالسجن للممتنع، والممتنعين كثير جدا. طيب أنا بسألك سؤال كمحامي، تذكرت في البداية أن الوزارة لها فترة تعمل قرارات لنصر المرأة، طبعا يعني لأخذ حقوقها الطبيعية. صحيح. مو يعني شيء آخر حتى لا يفسر كلامنا. هل تشعر أنت كممارس محامي بأن هناك مقاومة لقرارات الوزارة مثلا من بعض القضاة، من بعض المسؤولين هناك؟ أنا حقيقة بصراحة أنا أقول الوزارة قاعدة تأدي يعني أداء حنا نتعجب منه كمحامين صراحة. أحيانا تجي قرارات أكثر ما كنا نتوقع، لكن فعلا في عقلية، ما هو تعنت لسبب، عقلية قديمة عند بعض القضاة إلى الآن ما استوعبوا الفكر، إلى الآن ما استوعبوه. يعني خلاص أنا أحكم لها بنفقة وتروح عند أهلها وبعدين يعطيها، يسهل الله ويعطيها. هذا فيه بعض العقول لا زالت تمارس هالعمل هذا وبهالمنظور هذا.
لكن اليوم انت حكمتها لازم تتاكد انها استلمت حقوقها زي ما تفضل الدكتور تكتب اذا هو موظف تكتب لادارته الماليه يخصم مباشره من دخله ويحال الى الزوجه. لابد انها يعني يقوم بدورها اكثر. هو الموجود ما هو يعني ما اتوقع انه متعمد، لكن هي عقليه قديمه يا علي، يعني عقليه قديمه تقول. طيب نسبتهم كثيره هؤلاء؟ لا 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 قليل. كيف ممكن تواجهون ذا المشكله او تحلون ذا المشكله؟ قضية توجهت القضاة قصدي؟ والله بالعكس أنا هي يعني يمكن في تواصل معهم وعقدنا دورة تدريبية على فكرة في مجال الاجتماعي، الدورة الأخيرة كان في مجال الحماية الاجتماعية، وبالعكس والله وجدت كلهم منهم كلهم تجاوب. يوجد طبعا أكيد في كل مجال ممانعة، لكن حقيقة ما نجد حقيقة من توجه ومساندة ودعم حقيقة لا محدود من معالي الوزير حقيقة، ويمكن آخرها حقيقة تشريف الجائزة واستلامها يعني بنفسه. أعتقد أن هذا أيضا دعم للبرامج العمل الاجتماعي لدينا في الوزارة. تشجيع المبادرات والمشاريع، لدينا حوالي يمكن 15 مشروع إلى الآن في 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 إطار العمل الاجتماعي، والقادم يمكن أكثر إن شاء الله. لكن حقيقة أكون صادق معك، الحمل أكبر الآن. نحن في مخاض في وزارة العدل زي ما تفضل سعادة المحامي، يعني لدينا الآن محاكم أحوال، طبعا محاكم متخصصة، بدأنا بالأحوال الشخصية العمالية التجارية المرورية، يعني حقيقة الوزارة في توسع، ويمكن اجتماعاتنا حتى يتصل إلى الساعة الواحدة بالليل، يمكن أحيانا نذهب إلى الوزارة في الليل الاجتماعات الآن، وأنا هنا مع الوزير في اجتماع في 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 مجال مع لجنة ما يعرف بالمدونة الأحكام الفقهية، وهذه أنا أعتقد أنها نقلة تاريخية في وزارة العدل، إذا ما إن شاء الله تم. نحن ما نحتاجه الآن مدونات فقهية وتقنين القضاء. هذه التوجهات يمكن لا نسعى الآن لها، وأنا أتصور يعني نقلة تاريخية، هي قضية أن يكون هناك مدونات في مجال العقوبات الجنائية، مجال الأحوال الشخصية. أما ما يتعلق بالتنفيذ أستاذ علي، أنا تمنيت حقيقة أني رتبت معك بعض الحالات اللي منفذت في الأسبوع الماضي. المعالي الشيخ خالد داود وكيل الوزارة الحجز والتنفيذ، أنا في تواصل تقريبا شبه أسبوعي. قاعدين إحنا يوميا. أنا أقول أيوة. لا لا بس أنا قصدي إنه كان يفهم إنه لم ينفذ أحكام. لا أنا لا أنا أبدا. أنا سبحت تعرف دكتور، أنا أسأل أسئلة الناس. في ناس فعلا سعداء، بس انه في ناس ما انحلت مشاكلهم، يعني ما نفذوا بعض القضايا. طبعا انا بقول قاعده ودائما اواجهها، يعني بعض الاشخاص يقول لي والله انت في القضاء، في احد يرضى وهو طالع من المحكمه؟ يستحيل. المحكمه يطلع منها اثنين، واحد راضي وواحد ساخط، طبيعي جدا، زي مباراه، ما حد يرضى على الحكم. اللي ودي يعني يفهم الان ان الوزاره في قضاء التنفيذ حكم وهناك احكام، وانا مستعد ان شاء الله باذن الله اذا حبيت ممكن غدا باذن الله انا ازودك في الليل، ممكن تطلع في اول برنامج تقول عدد الحالات اللي نفذت وعدد اللي سجنوا باذن الله، اني احاول اسعى لها الصباح. انا بس يمكن اليوم يعني ما امداني احضر لهذا الشان. الجانب الاخير اللي ودي اشير له انه قضاء التنفيذ زي ما ذكر بعض النساء وبعض الحالات والجهل بالثقافة الحقوقية، وما خروجنا اليوم في روتانا والبرامج الأخرى وتعاون مع المحامين واللقاءات العلمية نعقدها إلا قضية تعزيز الثقافة الحقوقية. لدينا أناس يأتون في المحكمة يمكن تقعد لها ساعتين أو يقعد لها ساعة وشوي في استفسارات، لا يعرف حتى حقوق المبدئية، يعني هذه المشكلة لدينا. أغلب الخدمات التي يمكن نقدمها الآن عن طريق الموقع، واليوم كنا اقول لك حصري الان، واليوم كنا في 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 لجنه انا اطلعت على جزء منها، وكنت قبل شويه اكلم وكيل وزاره المصالحه بس ما تاكدت من اعودكم ان شاء الله يكون في حلقه خاصه فيها، اللي قضيت لائحه المأذونين. الان لدينا ان شاء الله باذن الله، وسبق ان ذكرتها في البرنامج، ان يكون جميع التسجيلات الكترونيه، بمعنى زواج المسيان عدم التسجيل يسجل لحظيا استاذ علي، بمعنى اليوم لو يروح المأذون يعقد انك الساعه 8:30 يتم ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية بأن هذا اليوم عقد على فلانة وتم الربط إلكترونيا، يعني الليلة هي زوجته ما يحتاج يصدق في المحكمة، ما يحتاج يصدق وزارة الداخلية. وهذا ما تراه كان عندنا إشكالية فيه كثير، أنه أغلب الأشخاص يأخذ العقد يروح يقعد سنة سنتين، وبالتالي تجي المرأة أهلها لها عقد ولا وظيفة في البطاقة والأولاد تشردوا. هذه إشكالية، وهذه يمكن وافق عليها مع الوزير أمس البارحة. جميل. واليوم إن شاء الله توزع. جميل جدا. يعني ودي أسألك أستاذ سلطان أيضا، أنت كمحامي في الميدان، إيش القرارات اللي لا زالت المرأة تنتظرها ولم تنفذها وزارة العدل حتى الآن؟ والله أول قرار الأمر من القاضي مباشرة للأحوال المدنية بصرف بطاقة عائلة، دفتر العائلة للزوجة. أنا أقول أن الزوجة اليوم تحتاج له، يعني أنا عندي دفتر، أنا أتكلم عن مستوى الشخصي، عندي دفتر عائلة معي، احيانا ام عام تروح مكان تحتاج له تضطر ترسل السواق، ما عند الا واحد انت قاسم. ليش المراه ما يكون لها دفتر عائله عنها عن اولادها
تحتاجها في كل مكان، في مستشفى، في أي إدارة حكومية مثلا، في سفر تبغى تسافر هي أولادها. هذه صدقني ترى شوف في نساء مبسوطين على هذا الموضوع، إيه؟ على كرت العائلة يظل واحد، إيه؟ في ناس مبسوطين عليه. لا لا احنا ودنا عشان الناس يعني ترتاح شوي. هذه نقطة مهمة جدا 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 صراحة، مهمة جدا. يعني بلاشي أنا يعني أضغط على المرأة، لابد المرأة زي ما الإسلام وديننا الحنيف خلاها امرأة حرة كاملة الأهلية، يجب أن الأنظمة جميعها تتماشى مع هذا السماح بالإسلام. طيب هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني الله يحفظك، بالنسبة للزيارة يعني في نقطة مهمة وأنا أتمنى من الدكتور أنه يأخذونها بعين الاعتبار. الزيارة اليوم، الزيارة أخوي علي مع الأسف بالشرط، الطفل يشوف أمه ويشوف أبوه بالشرطة، يقترن يعني من طفولته بهالمكان، هذا خطأ. خذوا دور مثلا معينة، فنادق يا أخي، استراحات، أي مكان، بس ما يجوز طفل يعني تخيل طفل يدخلوا في سجين، يدخل من جنبه ولا واحد مصاب ولا ناس صيح. طيب هذه برضو نقطة مهمة جدا جدا. هذا يصير على الناس اللي منفصلين في الحياة بشكل عام ولا اللي مسجون لا 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 المنفصلين يعني أنا منفصل عن زوجتي ولها. طيب وإذا هم مرتبين مثلا ممكن يزور في بيت أهلها مثلا؟ اي ممكن ما في مشكلة، بس تسمح لي أوضح هذه. تفضل، نقطتين أوضحها. بالنسبة للنقطة الأولى، قضية منح المرأة بطاقة، الآن في أعرف ماذا مثلا أنكح إدارة عامة، يعني في إجراءات منح أيضا وثيقة زواج. وثيقة زواج واحد الآن في نفس اللحظة زي دول الخليج يمنح وثيقتين، لأن إن شاء الله تكون أيضا مسار لقضية البطاقة. لا أعرف مع وزارة الداخلية وش الإجراء، لكن هذه أنا أتفق مع الأخ سلطان، إذا كان فعلا إجراء لوزارة العدل بالعكس نرحب فيه، وأنا أقول من الآن يكتب المشروع وأنا بمتابعته. بالنسبة للمشروع ما يعرف عندنا بيت الرؤية أو مركز الرؤية، اعتمدت مع الوزير 5 مراكز، سوف إن شاء الله نبدأ فيها نقول خلال الشهرين القادم إن شاء الله. بدأنا في إجراءات الإعلان عن المباني واحتياجنا لها. المراكز هذه زي ما تفضل أخ سلطان، ليس كل الأزواج يتفقون على بيت الجدة أو بيت الزوجة، يكون هناك معاندة ومانعة، وتكون للأسف الحدائق والشرط هي المراكز. اللي حاصل الآن إحنا نتعاون الآن مع جمعية مودة، لديهم بيت مودة اللي فازوا فيه بجائزة صيتا، وحي من الخدمات الرائعة جدا في وزارة العدل. الآن نتمنى إن شاء الله أن تكون تنقل هذه التجربة في 5 مراكز تتبع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة. هذه المراكز سوف تراعي الجانب النفسي للطفل، وأيضا جانب تأكد من الحضانة، بمعنى أن الشيخ في المحكمة الأحوال الشخصية يكتب لهذا المركز، تقيم الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ويقيمونه من ناحية هل الحضانة الأولى تكون الأب أو الأم من الناحية النفسية. أعتقد هذه المراكز إن شاء الله بإذن الله سوف نبدأ فيها وهي موجودة زي ما تفضل. نعم، شكرا دكتور ناصر العود، شكرا أستاذ سلطان المصحوبي. شكرا لك. وقت هذه الفقرة انتهى، إن شاء الله إحنا نتمنى أن المستقبل دائما يكون أفضل إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.